مغروم على الآخر. كنا رح نتجوز. أوف أوف، شو عم تحكي لهالدرجة؟ إيه كانوا مقربين على بعض كأنهم عم يحكوا شي خاص، ولما شافوني ماتوا رعبة. جرب قال يلحقني كرمالك مشني، بس ما زبطت معه. لك الزلمة لحقني بسيارته، هالقد كان خايف من الصورة. حتى هي كانت مرعوبة. الحضور الكريم، بدي رحب فيكم من جديد بهالحفلة الرائعة جداً. طبعاً نحن رح نتوقف لبريك قليل هيك صغير نرتاح فيه، وطبعاً رح نكمل من بعده أجواءنا الرائعة. انجوي. مشوار طيب سالم وفرح حداد. Thank you. يا ريان، أنا قدام هدول كلهم بدي استلم الجائزة. لا ويا ريتها لإلي. أنت أكتر واحدة بتستاهلي على هالجائزة. رويال إيفنتس بدونك ولا شيء، وكل الناس بالشركة بيعرفوا. بعدين مين هول الناس؟ ما بتعرفي حدا منهم. هي أول وآخر مرة بتشوفيهم فيها روقي. لا ليك، هي عامر خير الله أكبر منافس للشركة. يا حبيبي وهي الست جيهان كمان رفيقة الست أسمى، وليه وليه نزل ضغطي. روقي لك شوف مين في حزاوية كمان. أوكي خلص، طلعت بتعرفيهم كلهم. هيك شو؟ رح تطلع على ستيج عادي كأنه ما في حدا، تاخذي هالجايزة وترجعي لعندي، اوكي؟ رواق يعني، ما بدها الآن. القصة مو بهي السهولة أبداً. فرح انت مرقت بشي اصعب كتير من هيك، شو بيطلع الموقف قدامهم؟ تمسلي مع حدا هلا بشوفك.